إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، أو بالضبط من منطقة سباتة شارع النيل. هنا حنا كنشوفوا، عرفتش واش كتسمعوا؟ عرفتش واش كتسمعوا يعني هادشي ولا لا؟ نتمنى من الله بعدا اول حاجه تدخل الناس ديال السلطات في اقرب وقيته، لحقاش الشاب مسكين مريض، هذا ما معذور مريض. نتمنى من الله تدخل ديال السلطات، تقدر توقع شي كارثه في اقرب وقت بسبب ديال هذا الشاب اللي مريض. فكنتمنى من الله العلي العظيم انه يكون تدخل ديال السلطات في اقرب وقت، والناس ديال الوقايه المدنيه اولا العناصر ديال الامن الوطني في اقرب وقت، هذا الشيء بمنطقه سباته لهذا الشخص اللي شاب اللي كنقولوا معذور مريض. الله يجيب ليه الشفاء، وين راه خاص تدخل لحقاش عايش هو الام ديالو فايش بعدا دار باه ما عقلش على راسو، وحنا كنقولوا مريض فايش كذلك يعني معنف الام ديالو. فكنتمنوا من الله تدخل ديال الناس ديال السلطات تجنب، الله يحفظ اي حاجه خطيره تقدر توقع. ياك اخويا كتسكن هنا انت؟ شنو السيد هذاك دابا؟ هذا السيد مريض هو معذور، السيد مريض هو معذور، ولكن مسكين راه هو ماشي لخاطرو، ولكن داك الشيء اللي كاين فيه راه واش فهمتي؟ ماشي لخاطرو هو؟ ماشي لخاطرو، ما كيليقش بالناس. حيت شكون كان لخاطرو ما غاديش يقدر يضرب الاب ديالو ولاد مريض. ادويه وداك الشيء كيخرج عليه، هو خمس سنين يمشي للمصحه. خاصو يمشي للمصحه، الله يرضي عليك، هذه الكلمه. فالوالده الوالده ديالو راه سيده كبيره في العمر، الوالد ديالو حتى هو مريض، يعني ما عندهمش الامكانيه باش غادي اول حاجه يقابلوه، حتى الا عنفهم فراهم تعرضوا للعنف، حتى الا عنفهم ما عندهمش القدره ديال المقاومه. فحنا كنتواجدوا بالضبط دابا بسيدي عثمان بشارع النيل بن مسيك، نتمنوا من الله تدخل ديال الناس المسؤوله بهذا القطاع في اقرب وقت. لحقاش ما بغيناش تتوقع شي كارثه، كنا شفنا في اناسي هذاك الشاب اللي مريض، راه مريض، راه السيد مريض، الله يحسن العوان. انا انتم كتسمعوا دابا ما عرفتش كيوصلكم الصوت ديالو ولا لا، كنا شفنا الحاله ديال داك الشاب اللي كان مريض مرض نفسي واللي نتج عليه انه قطع الام ديالو الراس ديالها. الله يحضر السلامه، فما بغيناش شي سيناريو تكرر، ما بغيناش شي حاجه. الناس ديال شارع النيل بن مسيك نتمنوا من الله شي تدخل عاجل في اقرب وقت. حنا راه معروف هنا شارع النيل راه معروف، فكنتمنوا من الله تدخل ديال الناس في اقرب وقت. اونفاس يعني القهوه ديال هنا، القهوه ديال الوفاق راه معروفه بشارع النيل، قهوه الوفاق راه معروفه اونفاس ليها حدا قهوه الوفاق. كيف ما قلنا نتمنوا من الله تدخل ديال الناس سناك الجوده. المهم راه هنا معروف، راه قهوه الوفاق وحده اللي كاينه في شارع النيل راه معروفه اونفاس ليها. كنتمنوا من الله في اقرب وقت يكون تدخل سواء ديال العناصر ديال الامن الوطني ولا ديال السلطات المعنيه هنا بالامر، تحسبا للوقوع، الله يحفظ اي كارثه اللي تقدر تؤدي للهلاك سواء بالام ديال هذا الشاب ولا بالاب ديالو ولا بشي واحد. لحقاش كيسير بالكيسان ديال الزاج من الفوق، كيسان ديال الزاج كيسير بهم هذا السيد من السطح، فتحسبا لاي واقعه ولا اي كارثه. نتمنوا من الله تدخل ديال الناس المسؤوله على هذا القطاع، فهذا الشاب كيبقى مريض مرض نفسي. الام ما عندهاش القدره على المقاومه، الاب ما عندوش القدره كذلك على المقاومه، فكنتمنوا من الله تدخل ديال الناس في اقرب وقت. اذا متابعينا الكرام غنختم معكم هذا المباشر، للاسف الصور اللي كانوا قبل ما قدرتش انني نوصلهم لكم، كانت تشير بزاج وكان يعني العنف لدرجه انه واحد الشباب بغاو يدخلوا غير باش يحبس هذاك العنف ديالو على الناس الماره، ف يعني قاومهم بواحد العنف كبير. نتمنى من الله انه يكون شي تدخل قريب قريب وقريب وقريب بزاف. حنا كنتواجدوا كيف ما قلنا بشارع النيل قهوه الوفاق اونفاس ليها، هذه هي الدار ديال هذا السيد هذا. نتمنى من الله انه يكون كيف ما قلنا شي تدخل تحسبا للوقوع اي شيء اي كارثه، ما بغيناش شي حاجه توقع شي حاجه خايبه. نخشموا معكم هذا المباشر ونرجعوا معكم في مباشر ان شاء الله لاحق، ونعرفوا اخر المستجدات ديال هذا السيد هذا، واش غادي يتم النقل ديالو للمصحه ديال الامراض النفسيه ويتم العلاج ديالو ولا لا. غادي نشوفوا هذا الشيء. تبارك الله عليكم، الى اللقاء.